فالدعاء فن، الدعاء جمال، الدعاء روعة. من خلال حلقات هذا البرنامج واللي سميناه مجيب السائلين، رايحين نلاحظ أن الدعاء منهج حياة، الدعاء مليء بالكنوز ومليء بالعبر، مليء بالمعاني التربوية، مليء بالقيم الإيمانية. اختيارنا لهذا الموضوع، موضوع الدعاء، ليكون مدار حديثنا طيلة أيام شهر رمضان المبارك، إنما هو نابع من العلاقة الوطيدة بين الصيام وبين الدعاء، الرباط الوثيق بين هاتين العبادتين.